ما جاء عن نوح، جاء عن نوح وصية في بيتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت نوحا الوفاة جمع بنيه فقال أي بني إني أوصيكم باثنتين وأنهاكم على اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الشرك والكبر. وهذا يعني من معين الأنبياء يفهم أن الرجل العاقل اللبيب الحريص على خير أبنائه يرشدهم بالوصايا، يتفقدهم بين حين والآخر ببعض الإرشادات وكمال العبارات وجليل العظات يذكرهم بالله، وكلما أوجز في الخطاب وبالغ فيه وكان الكلام أو الأمر مليئا بالمعاني كان أوعظ في القلب، وكلما تحرى الوالد ساعات إقبال أبنائه عليه، ساعات الإفطار، ساعات الفطر، ساعات الإفطار أقصد في الأيام العادية، والفطر أقصد في المغرب، والغداء والعشاء، والحياة التي يكون فيها البيت أشبه بالجسد الواحد، يتقارب فيها الأبناء مع أبيهم مع أمهم مع أجدادهم وجداتهم، تكون شعث الأسرة ملتئمة، يحسن بالوالد حينها أن يعطي أبناءه على شكل جرعات بعضا من الوصايا، لكنها لا تكون على سبيل التعنيف والترهيب أو التقليل من شأنهم أمام غيرهم، لكنها تكون أشبه بمن يحب أحدا ثم يدخر له من مكنون عطاياه وجزيل مواهبه مما أفاء الله جل وعلا عليه. فإن كان الأمر موجزا مليئا بجيد العبارات ومنتقى العظات كان ذلك أبلغ في نصح الولد، كما وجدناه هنا في نصح نوح عليه السلام لأبنائه. وعندما تحضر الوفاة يكون الإنسان قريبا من الآخرة بعيدا من الدنيا، ويكون استماع الناس له أكثر وأقرب وأدنى لأنهم يرون الصدق فيه، فساعات الإقبال على الآخرة مفارقة الدنيا ليست بالأمر الهين والعلم عنه.